دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. تقول السائلة: فضيلة الشيخ، زوجي يريد أن يتزوج مرة ثانية، اكتشفت أنه تعرف على أجنبية عن طريق النت ثم صار يحدثها بالصوت والصورة، بالإضافة إلى رسائل الجوال صار يتبادلان الغزل، بل أصبح يطلب منها أشياء تخدش الحياة، كما بدأ يرسل لها النقود، وكل هذا في مدة لم تتعدى أسبوعا، فهل هذا جائز وهي لا تزال أجنبية عنه؟ كيف يفعل هذا وهو رجل متدين؟ وهل من يريد الزواج يتعامل بهذه الطريقة؟ كيف أتصرف في هذه الحالة؟ بارك الله فيكم. الله يهدي، هذا ضعفت استقامته وضعف دينه، فالواجب عليه أن يتوب ويستغفر، ولا يجوز له أن يعرض الصور على نفسه بالإنترنت ولا شيء. وبعد ذلك أيضا إذا أراد الزواج هذا يحتاج أن يخطب أولا إلى أهلها ويسأل عنها، أما على طريقة الإنترنت هذه في الفتن حاصلة، فواجب عليه أن يتوب ويستغفر، وإذا أراد الزواج يذهب إلى أقاربها ويخطب منهم أو يسأل عنها سؤالا كيف حال دينها وكذا. أما أنه يتعرف على الإنترنت وصور فلا ننصحهم بهذا، بل الواجب تركه. والمرأة إذا استطاعت تنصح لزوجها فعلت، ولها أيضا أن تتجمل وأن تتحسن لزوجها حتى ينسى هذا ينسى هذه الفتنة. الله المستعان. أو تأمر شخصا يأمر بالخير وبترك المغازلات هذه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.